عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة أما ريفيو، القناة المتخصصة في نشر ملخصات الكتب والروايات. في هذه الحلقة سوف أقدم لكم قراءة في روايات الكاتب الدكتور محمود لطفي. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بداية دعوني أقدم لكم نبذة عن حياة الكاتب. ولد الكاتب محمود لطفي سنة 1984 بالقاهرة مصر، والتحق بجامعة المنوفية ليدرس العلوم، ويحصل سنة 2014 على دكتوراه جيولوجيا المعادن والصخور. أول ما قرأت للكاتب هو رواية سر أنفينيتي، عبارة عن مجموعة قصصية من 110 صفحات كاملة صادرة عن دار حواديت للنشر والتوزيع. يبدأ الكاتب روايته بمقولة: لا تبحث عن اللذة الحقيقية في النهايات، فلربما وجدت بعدها. هي مقولة فلسفية تهيئ القارئ لغموض الآتي بين السطور. وكما يدل عنوان الرواية إنفينيتي أو الما لا نهاية إلى أن لطريق الشر نهايات متعددة. وأثناء القراءة إذا قررت الخوض في هذه النهايات اللامتناهية، أنت وحدك من ستتحمل المسؤولية. فمن هو أطلس ومن هو هرقل؟ رواية سير إنفينيتي وحدها قادرة على الإجابة. والآن أترككم مع هذا الاقتباس من رواية سير إنفينيتي. العمل الثاني في هذه الحلقة للدكتور محمود لطفي هي رواية كلوستروفوبيا. الكلوستروفوبيا، ما هي الكلوستروفوبيا؟ بعدما سألت الكاتب شخصيا قال لي أن الكلوستروفوبيا هي الخوف من الأماكن المغلقة. طبعا سألت الكاتب شخصيا لأوفر عناء البحث. كلوستروفوبيا رواية صادرة عن دار السعيد للنشر والتوزيع، تندرج ضمن قائمة الأدب الساخر، لكن نوع مميز من الأدب الساخر وهو الرعب الساخر. هي الأخرى عبارة عن مجموعة قصصية قصيرة جدا تبث الرعب في نفس القارئ، لذلك لا تقرأها وأنت في مكان مغلق خصوصا لو كنت وحدك. رواية كلوستروفوبيا رائعة جدا. الآن سأترككم مع هذا الاقتباس منها. عمل قرأته للكاتب محمود لطفي وسأتحدث عنه هو كتاب السيستم واقع، الصادر عن دار حرف للنشر والتوزيع، يتكون من 132 صفحة كاملة. الكتاب كما قلت يندرج ضمن الأدب الساخر، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات التي تعالج قضايا وطنية صيغت بطريقة جميلة جدا. هذه الصيغة أعطت رونقا آخر للكتاب. يحتوي الكتاب على مجموعة من النظريات المبنية على مقولات نعرفها في حياتنا اليومية، كالحاجة أم الاختراع، أو كمستملحات كمتبطل تفهم، مما يرشدنا للتفكير بأن الحياة اليومية تسخر منا دائما. السيستم واقع بالمعنى الحرفي يشير إلى تدهور المنظومة المعلوماتية بالإدارات العمومية. أما المعنى الفكري الذي يقصده الكاتب فهو متخلل بين ثنايا حروف الكتاب، لذلك أنصحكم بقراءته. والآن أترككم مع اقتباس من كتاب السيستم واقع. حين تقرأ أعمال الدكتور محمود لطفي لا تحاول الفهم، فقط أغمض عينيك وأبقي ذهنك متفتحا وانتظر المفاجأة حتى النهاية. للكاتب عمل رابع وهو الحب في زمن التوك توك، يندرج أيضا ضمن الأدب الساخر، ولديه العديد من المقالات الساخرة في شتى المجالات، تجدون روابطها في صندوق الوصف.